السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد العزازي من قناة الزراعة اليوم. طبعا احنا بنوريكم الشتلات الزينة، وادي مجموعة من العلب اللي تم زراعتها من البذرة. ادي البنسيانة، هي نباتات الزينة الممتازة واللي شكلها كويس واستخدم في ظل الشوارع والسيارات والمداخل الفلل والعمارات. طبعا هي زي ما حضراتكم شايفين، دي مزرعة من 25 يوم. ادي في نباتات ممتازة، هي ان شاء الله بعد كده هتاخد جرعة من العناصر البسيطة زي ما حضراتكم شايفين. هذه الشتلات لسه طالعة اهي، ظاهر الوضع هو، وإن شاء الله بيتم التعامل معها في بالتسميد إن شاء الله، ويكون خير إن شاء الله. ولكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.